Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu bi isanin ila yaumin qa'illahi amma ba'da. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para sepuh, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya, dan semoga Allah memberikan panjang umur kepada mereka semua, amin, untuk membimbing kita semua di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, para remaja, insyaallah pada malam ini kita akan bersolawat bersama. Solawat yang akan kita baca ini memang saya yang menulis dan menyusunnya, tetapi ini merupakan karya para aulia, karya para ulama, bukan karya saya. Hanya ada sedikit tambahan-tambahan dari saya. Dan ini adalah solawat yang sudah mujarrab, sudah dipakai oleh para ulama dari semenjak zaman dahulu kala, yang alhamdulillah dari berkah ijazah-ijazah daripada guru kepada para muridnya, maka sampailah salawat ini kepada kita. Bentuk salawat memang banyak, tapi salawat-salawat yang tertuang di dalam buku ini adalah salawat-salawat pilihan yang dipakai oleh ulama-ulama besar yang saya dapatkan ijazahnya, khususnya dari wilayah Banten dan Jawa Tengah. Oleh karena itu, kita mengharap keberkahan beliau-beliau, para ulama sepuh yang sudah meninggalkan kita semua. Kita membaca salawat malam ini di tempat ini, semoga keberkahan itu tercurah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذرياته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأولياء المخلصين ومشايخ الطرق أجمعين والقراء والمتهجدين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة جميع أهل الطرق خصوصا الإمام القطب أبا الحسن علي الشاذلي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ جنيد البغدادي والشيخ بهاد النقسبندي وإلى أبي المنصور الماتريدي وأبي الحسن الأشعري والإمام الشافعي ومالك وحنفي وحنبلي والإمام الغزالي ونافي وابن كثير وابي عمرو وابن عامر وعاشم وحفص وحمزة والكسائي وإلى أرواح المشايخ المستنصرين إليهم وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وأولادهم وذرياتهم وتلاميذهم رضي الله عنهم ويرعي درجاتهم وأعاد علينا من بركاتهم وأمتن علينا غيث كرماتهم غفر الله لنا ولهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرة قطب النقباء وقطب النجباء وقطب الأبدال وقطب الأفراد وقطب الأوتاد وقطب الأخيار وقطب العمراء وقطب الإمامين وقطب الملامتية وقطب الإمامين وقطب الغوث وقطب رجال الله وقطب الأقطاب وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وأولادهم وذريتهم وتلاميذهم رضي الله عنهم ويعلي درجاتهم وعظمهم ببركاتهم وأمتنعنا وإحسى كرامتهم غفر الله لنا ولهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى أرواح المسلمين هذه القرية خصوصا silakan sebutkan masing-masing keluarganya yang sudah meninggal dunia masih masih under ma'ana shay'u lillahi lahumul fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بالأمن والإيمان والإيقان والسلامة والعافية والصحة والسكينة والاستقامة وبدفع البلاء والفتن وبدفع شر خلقك أجمعين وبتحسين المقاصد وتيسير الأمور وبتوسيع الرزق علينا وأهلنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وحسن ما في ضميرنا silahkan hadirkan hajat dan keinginan masing-masing di dalam hatinya Allahumma ya Allah Di antara kami yang hadir di sini semuanya mempunyai hajat dan kebutuhan. Maka kabulkan dan penuhilah semua hajat dan kebutuhan kami yang baik ya Allah. Di antara kami ada keluarganya yang sedang sakit, maka sembuhkanlah dari penyakitnya ya Allah. Di antara kami ada keluarganya yang sudah meninggalkan dunia, maka berikanlah rahmat dan curahkanlah rahmat-Mu kepadanya ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami. Ampunilah dosa-dosa saudara dan sanak saudara kami, keluarga kami yang sudah meninggalkan dunia maupun yang masih hidup di dunia ini, ya Allah. Allahumma ya Allah, hasilkanlah maksud-maksud kami dan tujuan-tujuan kami yang baik, ya Allah. Jadikanlah anak-anak keturunan kami sebagai orang-orang yang soleh. Jadikanlah anak dan keturunan kami sebagai ahli ilmu dan ahli Al-Quran. Jadikanlah anak dan keluarga kami, jadikanlah kami dan anak-anak kami serta cucu-cucu kami menjadi orang yang hafal Al-Quran, ya Allah. Karena kami semua mengharapkan janjimu, bahwasanya orang yang hafal Al-Quran tidak akan disiksa dan tidak akan dihisab pada hari kiamat nanti, ya Allah. Maka jadikanlah di antara keluarga kami adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Subhanaka birahmatika ya arhamar rahimin, bisyril fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله قبل ما أستغفر الله
الخطايا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة مع سلام الله على المبعوث بالملة محمد مع هداة الله بحق الاسم يا الله بحق الاسم يا الله إلهي تم من نعمه برفع الجان والنعمه وتشفي الهم والحمى بنيل الفضل يا الله بنيل الفضل يا الله إلهي سلم الأمة من البلوى وبالهمة ومن حول ومن عدم بنيل الفضل يا الله بنيل الفضل يا الله إلهي عم بالرحمة أنا من حلق الظلمة وآمنهم من الروعة بنيل الفضل يا إلى العليا ولا تشمت من العميا بنيل الفضل يا الله بنيل الفضل يا الله إلهي أصلح الأوراد وسلمهم من الأندال ووافقهم بعلم الهاد بنيل الفضل يا Oh.
وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم آمين يا رب العالمين اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وسابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم إنا نسألك باسمك العظم المكتوب من نور وجهك العلى المؤبد الدائم الباقي المخلد في قلب نبيك ورسولك سيدنا محمد ونسألك باسمك العظم الواحد بوحدة الأحد المتعالي عن وحدة الكم والعدد المقدس عن كل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تثبت في قلب الإيمان وتحفظنا القرآن وتفهمنا منه الآيات وتفتح لنا بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك العظيم اللهم يا الله نعمت yang paling agung lebih agung daripada sorga itu sendiri adalah melihat kepada zat-Mu ya Allah. Maka berikanlah rizki kepada kami semua yang hadir di sini termasuk keluarga kami agar bisa melihat kepada zat-Mu ya Allah. Ada di antara mereka yang melihat zat-Mu setiap saat, ada di antara mereka yang melihat zat-Mu setiap hari, ada yang mereka yang melihat zat-Mu seminggu sekali, ada pula yang hanya satu kali selama umur mereka berada di dunia dan di akhirat ini. Maka jadikanlah kami termasuk orang-orang yang melihat zat-Mu setiap saat ya Allah. Dan itu adalah kenikmatan yang menjadi harapan dari seluruh tujuan hidup kami. Kami beribadah kepada-Mu dengan semampu dan sekuat kami. Kami mengharapkan agar kami bisa melihat kepada zat-Mu ya Allah. Kami menyadari itu adalah nikmat yang paling agung bagi kami sebagaimana yang diberitakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa melihat zat-Mu adalah nikmat yang paling agung ya Allah. Maka bukakanlah kepada kami nurun na'im wa nurun nazar ila wajhikal azim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam bi 'adadi kulli harfin jara bihi al-qalam. Ya ayyuhalladhina amanu shallu 'alaihi wa sallimu تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله مع السلام على المبعوث بالإسلام صلاة الله مع السلام على المبعوث بالإسلام Oh,
alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali kamalani ayatani kamalika wa adda kamali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuri absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala man minhu shaqqatil asrar wa mafaraqatil anwar wa fihi taqatil حقائق وتنزلت علوم آدم فعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدرك منا سابق ولا لاحق فرياض الجبروت بسهر جماله منق وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفق ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك العظم القائم لك بين يديك اللهم ألحقنا بنسبه وحققنا بحسبه وعرفنا إياه معرفة نسلم بها من موارد الجهل ونقرأ بها من موارد الفضل واحملنا على سبيله إلى حضرتك حملا مخوفا بنصرتك واقذف بنا على الباطل فندمغه وزج بنا في بحار الأحدية وانشرنا من أوحار التوحيد واغرقنا في عين بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس إلا بها واجعل الحجاب العظم حياة روحنا وروحه سر حقيقتنا وحقيقته جامع عوالمنا بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع نداءنا بما سمعت به نداء عبدك زكريا وانصرنا بك لك وأيدنا بك لك واجمع بيننا وبينك وحل بيننا وبين غيرك الله 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 إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد الشفع والوتر وعدد كلماتك ربنا التامات المباركات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بعدد ما في علمك وبقدر عظمتك في كل الأوقات اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله والسلام على من جاء بالمعجزة صلاة الله والسلام على من جاء بالمعجزة محمد والآل الكرام وصحبه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات
فأصبح صريحا مسرورا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك. الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدنا يا رسول الله. أغثنا شريعا بعزة الله.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad syajarati maslin nuraniyati wa lumatil qabdatil rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asyrafil suratil jismaniyah wa ma'adinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyati wal bahjatil saniyah wal rutbatil aliyah manin darajatil nabiyuna tahta liwaihi fahum min huwa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaquta wa razaquta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tabathu man afnait wa sallim tasliman kathiran walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima sabaq wal-khatihi lima sabaq wa nasiril haqq bil haqq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya sayyidi ya nur al-anwar nawir lana min nur al-abrar ya syafi'i ya sir al-asrar isfa' lana Muhammad wa ala alihi salatan ta'liru jami'a salawati ahli mahabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha babar ridha wa taysir وتغلق بها عنا باب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونشيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير
وعطف قلوب العالمين بأسرهم علينا وألبسنا قبولا بشر المهد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف ويسر ومعونة وعافية الأجسام وترزقنا بها بلوغ المرام وحسن الختام وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد أنواع الرزق والفتوح. يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء وابسط علينا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا ومحبنا ومعيننا ومن جارنا ومن سألنا ووصانا بالدعاء رزقا واسعا من كل جهة من خزائن غيبك بغير منة بمحض فضلك وكرمك بغير حساب لقضاء ديوننا ولسبيلك ولزيارتك حرم ولزيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم في هذا العام. سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك Oh,
Marhaban, 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 ya
illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha 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 illallah sayyiduna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nubatu insyaallah ta'ala minal amirin ila hadratin nabiyil mustofa sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam sawi azwaji wa dhurriyyatihi al-fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا محبا ومعيننا وانجارنا ومن سألنا وأوصانا بالدعاء ممن يستوجب شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجو رحمته ورحمته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وسابه سارق على منهجه القويم اجعلنا وإياهم من خيار أمته واسترنا وإياهم بدار حرمته واحشرنا وإياهم غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا وألسنتهم في مدحه ونصرته وأحينا وإياهم متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا وإياهم على حبه وجماعته اللهم أدخلنا وإياهم معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا وإياهم يوم يشفع للخلائق فترحمنا اللهم ارزقنا وإياهم زيارة في كل سنة ولا تجعلنا وإياهم من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وقصرت بباية توبة ذنوبة وسترت برداء المغفرة عيوبة اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا وإياهم إذا شرنا من أشياء القبور ووافعنا وإياهم بعمل صالح يبقى سنوى على ممر الدور اللهم اجعلنا وإياهم لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا وأطائحنا بطاعتك مسؤولين وإذا توفنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رافعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لواء
ومائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. على الهادي رسول الله محمد ما هجاة الله بعبد القادر الوصلى إلى المرضات يا الله. عباد الله رجال الله agar salawat ini diijazahkan. Maka dengan ini saya ijazahkan kepada antum semua salawat yang tertuang dalam buku Iqadun Niyam ini, semoga mendapatkan ridha dari Allah. Ajaztukum hadha qabiltu. Ajaztukum hadha qabiltu. Ajaztukum hadha qabiltu. Barakallahu wa baraka alaikum fid dini wa dunia wal akhirati bisiril fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Silahkan dibaca tiap hari, kalau mampu tiap hari baca 17 kali khatam. Enggak usah dilaguin, bacanya kayak baca biasa aja. Alal hadir Rasulullah Muhammad ma'uzatillah bi'abdil qadiril usahna, gitu modelnya. Sehari kalau bisa dibaca 17 kali khatam. Kenapa 17 kali khatam? Ini ada ceritanya. Jadi waktu saya ziarah di makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya hanya diberi kesempatan untuk membaca 17 kali sehari. Selama seminggu saya di Madinah, setiap hari